بادرت مؤسسة المال المهدي المنتظر للرعاية الاجتماعية كعادتها السنوية بتجهيز السلات الغذائية للعوائل المتعففة والعوائل المحتاجة. هذه المؤسسة مستمرة ومتواصلة بجهودها على مدار السنة، وتتركز وتتضافر جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم حتى الآن توزيع أكثر من 5500 سلة غذائية على العوائل المحتاجة في مختلف مناطق محافظة المثنى. السلة الغذائية تحتوي على المواد الأساسية التي تحتاجها العائلة. هنالك جهود مستمرة ومتواصلة لكادر المؤسسة والمتطوعين من شباب مدينة رميثة بتجهيز السلات الغذائية هذه وإيصالها للعوائل المحتاجة. كذلك جهود مستمرة ومتواصلة في مؤسستنا بتجهيز الأيتام بكسوة متكاملة للعيد إن شاء الله، ومتواصلين إن شاء الله. جميع محافظة المثنى العوائل الفقراء أوصلناهم إلى بيوتهم بدون تعب أو كلل أو مل. كان العمل هنا دؤوب، عمل ليل مع نهار في تجهيز مساعدات. كانت السلة تحتوي على 14 مادة من كل المواد اللي جهزناها، من تمن ومن شكر ومن زيت ومن بيض ومن دجاج. نشكر المتبرعين من بغداد الحبيبة من المحافظات. العدد كان 5500 سلة، أنجز غير المبالغ المالية غير المساعدات المالية. توزيع كان عندنا يوم 15 رمضان للعوائل الأيتام، كل عائلة 50,000 ومع وجبة لحم مع سلة غذائية لأيتام الرميثة حصرا. نشكر المتبرعين من بغداد والمحافظات، نشكر المتبرعين الرميثة، جزاكم الله ألف خير. في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، احتياج الناس واقعا إلى المواد الغذائية وارتفاع الأسعار في هذه الأيام لا سيما في شهر رمضان المبارك، شرعنا هنا في خدمة الناس وأهلنا في مؤسسة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف في رميثة، خدام المرجعية في مناطق الهلال والنجمي والرميثة وما يحيط بها، توزيع أكثر من 5000 سلة غذائية. هاي 5000 سلة غذائية ما وزعناها عشوائي لكل الذي يجي، لا، وإنما عندنا كادر يطلع كشف استفسر عن العائلة، يحيط بها احتياجها، فقرها، احتياجها الملح لتلك السلة الغذائية أو مبالغ مالية، نروح لهم لأهلهم نسلمهم تلك المبالغ المالية والسلة الغذائية ونتواصل وياهم بعد ذلك، وإن شاء الله عز وجل مستمرين إحنا وبخدمتكم. بارك الله بكم.